هيتساعد معي. بصراحة حبيت فاجئك. ومثل ما خليت هالابتسامة على وشك، خليني طعميكي كمان. مليونير روبية؟ بس هيك كتير. انت شو عم تحكي؟ فهم علي، هدول مليونير روبية، انت ما عم تطلب 100,000. كيف بتتوقع مني وافق لكم؟ هاي المصاري ما لإلي، هاي مصاري بنتي، ما فيني اطلب هيك مبلغ من ماهي ابدا. لا، انا مستحيل اعمل هيك. ماهي؟ شو؟ من إمتى؟ إذا بتريد احكي لي ماما، يعني ما في لزوم تخبي شي عني. أنا سمعت التليفون تبعك، كل شي بملكه تحت أمرك وبتقدري تتصرفي فيه. أنا هاي أول مرة بحياتي بحس إني مو بنتك من لحمك ودمك. لا تزعليني منك، كل هدول المصاري إلك، خدي اللي بتحتاجيه ماما. عن جد بتشكرك كتير، بس أنت هلأ متزوجة وأنا مالي حابة أبداً إنه أطلب مصاري منك لهيك موضوع. بعدين شو بينحك علي؟ رح يقولوا الناس علي مرت أبوها لما هي عم تاخدهم. لا بنتي، لو سمحتي لا. ماما أنا ما بيهموني لا الناس ولا المجتمع، أنت يلي ربيتيني مو المجتمع، وأنت اللي بتهميني وأكتر من كل هاد المجتمع. ليش مخبية إيدك ماما؟ ولا شي. معلش شوفها. هي صورة بابا. الحقيقة يا عمري، عم دير جمعية خيرية بتساعد الناس باسمه، بس خلصوا المصاري اللي معي واضطريت اني قلن. انت مو مضطرة انك تحكي لي شو صاير. لا يا بنتي، مستحيل آخذهم منك. لا خلص، أنا رح حل هذا الموضوع ماما، ورح أسحب المبلغ من البنك اليوم.